فهد يعني انا تصدقين امس كنت مع فهد، يمكن اول مره اشوفه بعد هذا العراق من امس. شفتك بالسناب اي اول مره اشوفه يعني في فيس تو الحياة، فيس. خوش ولد. هو يعني صراحه حتى الولد يعني حتى طريقه تفكيره نظيف وكلامه بعد، يعني نظيف. يعني رزين الولد، مو تشوفي انه مثلا هذا في ناس وايد تفكر اي هذا جو ضحك وما ادري شو. لا بس الولد انا قعدت معاه الامانه الولد رزين ويفكر ويدري انه هو شنو اللي قاعد يسوي. ايه يعني مو عارف، تقول ترى هذا يعني سوري بالكلمه، ترى هذا في ناس تشوفه انه هذا ايش قاعد يمسخر ربعه واللي يسوي شيء سوال. لا هو فهد على قولتهم هذا جو. في شيء قاعد يسويه معين بباله ودارسها، يعني عرفت شلون؟ مو قاعد يسويها عبط. فهد لا اسلوبه الخاص ولا لا طريقته الخاصه ترى بالسوشيال ميديا كلها ما في نفسه. يعني هو ماخذ لاين وماشي فيه انه انا اطلع بجروب مع ربعي ونسوي ونضحك وسوالف وكذي، ما يعني ما في احد يسوي، يعني ما في احد ماشي على هالخط. كل واحد له خط بروح، يعني انا لي خط، محمود له خط، فهد له خط بروح، يعني الاغلب كل واحد ماشي بخطه. بس انا قلت فهد يعني الصراحه اللي يسويه والاستمراريه اللي مسويها انه مثلا ان اخلي عندي هالكم من المتابعين موجودين عندي ومستمرين معاي، يعني الصراحه يحسب له. بس يقولون مراهقين اكثر الناس اللي تتابعه او يهال. شوفي يعني هو ما فيها عيب انه مثلا مراهقين او صغار او كبار يتابعونك. في ناس يتابعونك. تعتبره عيب. لا انت باكر بالنهايه، انت الحين مثلا تقولين مثلا ممثل مسرح الطفل هذا مراهق، مراهق هو، بس ياهل ومراهق. هل ان هذا غلط الشيء اللي قاعد يسويه لا مو مثلا؟ غلط، مو هذا غلط. بالعكس، هذا هو عنده شريحه، بس هو هذه يوم من تقليل، الايام راح يكبرون. تقليل من القيمة. هو يمكن نوع يدفع البعض. لا والله بالعكس، يعني انا ما اقول انا ما ممكن اقلل قيمته، بالعكس هو عنده شريحه ما اخذها. يعني انا باكر يمكن طرحي وحواري ما يناسب المراهقين، يعني انا يمكن شويه حق الناس اللي الكبار الموظفين اللي عندهم اسره، يعني عرفت شلون؟ اتكلم بهالمواضيع. ف يعني المرأة مثلا اللي اعمارهم صغيره في ناس تتابعني، يعني مو ما اقول ما تتابعني، لا في عندي شريحه كبيره تتابعني. بس يعني كل واحد له التارجت ماله، فهد اللي قاله هذا التارجت يوم من الايام هذول راح يكبرون. يعني يكبرون وياه يكبرون ويروحون يدورون احد ثاني. لا لا صدقيني صعب صعب. يعني هم مشوا على انه يعني حتى في شغله وايد نشوفها بالدايركت يدزون لنا اياها، يقول انت ليش ما تسوي نفس فلان؟ ما ليش ما بيصير تسوي انا شخصيتي، شخصيتي غير، عرفتي شلون؟ ففهد سوى شغله انه انا الفولورز مالوتي علمتهم على اسلوب انه يشوفونه بالسناب، فهم يعني حابينه وحابين اسلوبه، فعشان شي مستمرين وياه.